أهلا بكم طلابي، طلاب الصف الأول الثانوي. الدرس قبل الأخير في Geometry Lesson 4 The Lengths of Perpendicular from Straight Line. طبعا أنت معاك Straight Line زي الستريت لاين ده اللي اسمه L، مش مهم اسمه إيه، بس لازم تبقى عارف إن الستريت لاين ده الإيكويجن هي الحاجة المهمة فيه. كل ستريت لاين عنده إيكويجن وفي بوينت بره الستريت لاين. أنا عايز أعرف الديستانس بوينت، الديستانس perpendicular distance ده اللينس ده بكام؟ ده بسميه L، بسميه L. بيديك بوينت بره x1 y1 وبيديك straight line. يقول لك the length of perpendicular اللي اسمه L، اللي هو ال L line ده ال perpendicular length equal كام؟ شايف الايكويجن دي اللي هي ax plus by plus c، قدامك ax plus by plus c، بتشيل كل اكس وتحط الفاليو بتاع البوينت، يبقى اكس بدل اكس دي حطينا اكس 1 وبدل واي حطينا واي 1 بلس سي. وبعد كده خدنا سكوير روت الاك اللي جنب الاكس، الاي باور 2 والبي باور 2، اي باور 2 بي باور 2 جوه الروت زي ما انت شايف بالمنظر ده. تمام، هو ده البيربنديكولار لينس او لينس اوف بيربنديكولار. تمام، الرول اللي هنشتغل بيه. السؤال نمبر 1، find the length of perpendicular from point 3 5 to the straight line، ومديك equation للstraight line. R vector، R vector زي ما انت عارف ده أهم حاجة عندك. ليه يا مستر؟ ده بيجيب بيه إيه؟ ده بتجيب منه السلوب وبتجيب منه البوينت. تقول لي يا مستر بوينت R، معنى straight line R، تمام، اللي هو الفيكتور ايكويجن، بيقول لك نيجاتيف 1 و2 بلس كي 4 ونيجاتيف 3. باس الثرو طبعا هي دي البوينت، نيجاتيف 1 يعني الستريت لاين ده بيعدي من البوينت هي نيجاتيف 1 و2، والكي ده اليونت فيكتور، بنجيب منه السلوب، ناخد الثاني اوفر الاول، نيجاتيف 3 اوفر 4، نيجاتيف 3 اوفر 4 ده السلوب. بعد كده بنكتب the Cartesian form اللي بنجيب بيها الإيكويجن، اللي بنقول عليها y minus y1 over x minus x1، أخدناها قبل كده equal slope m. قلت له يا مستر يبقى y minus معنا البوينت، y minus ده ال y وده ال x طبعا، minus 2 y minus 2 x minus x1 دي x1 y1، x minus negative 1 يبقى ماينس نيجاتيف يبقى بوزيتيف 1 ايكوال السلوب اللي احنا جبناه من اليونت فيكتور نيجاتيف 3 اوفر 4. عملنا كروس مالتيبليكيشن، قلنا 4 تايمز واي ب 4 واي، 4 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 8 ايكوال نيجاتيف 3 تايمز اكس نيجاتيف 3 اكس، نيجاتيف 3 تايمز 1 نيجاتيف 3. نودي كل ده بعكس الساين تبقى 4 واي، والنيجاتيف 3 اكس راحت هناك بوزيتيف 3 اكس، ونيجاتيف هنا في نيجاتيف 8 وراحت لها النيجاتيف 3، يعني نيجاتيف 8 بوزيتيف 3 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 5. يبقى انا وديت كل ده ايكوال 0. كده بقى معانا ايكويشن، احنا كده معانا ستريت لاين ومعانا الايكويشن بتاعته 3 اكس بلس 4 واي ماينس 5 كل ده ايكوال 0، ومعانا بوينت اسمها 3 و5، اسمها 3 و5. عايزين البربنديكولار لينس اللي هو اللينس ده ال، ذا بربنديكولار لينس نكتب 3 وبدل اكس نكتب 3، يبقى 3 وبدل اكس نكتب 3 بلس 4 وبدل واي نكتب 5 ماينس 5 اوفر سكوير روت، تاخد الرقم ده والرقم ده تحت الروت 3 باور 2 4 باور 2، حطها على الكالكوليتر تطلع 4.8 لينس يونت طبعا. يبقى تاني شلت الاكس وحطيت مكانها ال 3، تمام، عشان الرول بيقول لك طبعا شلنا الواي وحطينا مكانها 5. طب وال 3 وال 4 ادي 3 بتاع ده وال 4 بتاع ده، ماينس 5 ايكوال 0.
Find the length of the perpendicular form. So point A, 2, 4. Two straight line passing through the point B, negative 2, 0, and the slope 5, 6. Prototype. This is the equation of a straight line passing through point B, negative 2, 0. صح؟ في اللي صح؟ قول لي يا مستر. يبقى احنا تاني the length perpendicular from معانا straight line معرفوش بس معانا point اسمها ايه؟ كام وكام؟ 2, 4. تو straight line ال straight line ده عدى بوينت اسمها negative 2, 0 اللي هي b والسلوب بتاعه 5 over 6. قلت لي سهلة نجيب الـ equation equation y minus y1 x minus x1 equal slope. طب ما الـ slope 5 over 6 فين الـ x1؟ دي x1 ودي y1. طب يبقى y minus 0 x minus negative 2 equal slope 5 over 6 اعمل cross multiplication 5 times x 5x 5 times 2 positive 10 equal 6 times y 6y دخل الواي بعكس الساين تبقى 5x وال6y دخل بنيجاتيف 6y بلس 10 ايكوال 0. كده كتبنا كده كتبنا معانا ايكويجن صح؟ صح جدا. يبقى 5 دي 5 دي غلط دي 5 وبدل x نكتب ايه؟ برافو عليك البوينت نكتب 2. احنا بقى معانا ايكويجن بتاعت اللاين ده اللي هي 5x minus 6y plus 10 equal 0. شيل ال 5 نزل ال 5 وبدل ال x نكتب 2 ونم plus 6 وبدل ال minus دي minus minus 6 ونكتب بدل ال y 4. وبدل ال y نكتب 4. تمام تمام بلس 10 طبعا المفروض نكتبها احسن من كده عشان فيها غلطات. يعني المفروض نكتبها بالشكل ده 5 اللي هي 5 بتاعت الايكويجن والاكس ب 2 ماينس 6 بدل الواي نكتب 4 بلس 10 ابسوليوت اوفر سكوير روت ال 5 باور 2 و 6 باور 2 تطلع 4 اوفر روت 61. بس خلصت. The length perpendicular from the point 2, 5. يعني في بوينت اسمها 2, 5 the length the perpendicular to straight line على straight line equal L. يعني ال length ده لحد ما يوصل لل straight line ال ده بال 3 تمام units. معانا فيكتور بال 3 ونيجاتيف 4 فيكتور اللي هو اليونت فيكتور هو اليو. The direction is direction vector. Find the equation of a straight line. قلت له دلوقتي انا معايا فيكتور 3 ونيجاتيف 4. 3 وايه؟ نيجاتيف 4. ده دايركشن فيكتور عادي خالص، الستريت لاين عادي. الستريت لاين ده. ماشي. طب ما انا عايز الفيكتور ذا فيكتور البربنديكولار بقى على الستريت لاين. تقول له يا مستر خلاص يبقى نغير الاماكن. شايف؟ غير ايه؟ الاماكن. غيرنا اماكن. فيها مشكلة؟ غيرنا المكان وغيرنا ساين واحد فيه يعني براحتنا نقدر نغير اللي احنا عايزينه اي ساين من الساينز دي 4 بين نيجاتيف 6. قول له بعدين يا مستر ولا قبل هنبدأ نعمل ايكويشن ذا ايكويشن اوف ستريت لاين. هتقول لي يا مستر هاخد الرقم ده اللي هو ال 4 واحطه 4x minus 3
y plus c equals 0، وده من عندي. The length perpendicular on it from the point 502 ب 3. يبقى نفس نكتب الايكويشن زي ما هي. يبقى الايكويشن ده بتاع ده 4x minus 3y plus c equals 0. يبقى 4 وبدل الـ x نكتب 2 minus 3 وبدل الـ y نكتب 5 plus c over square root الرقم ده والرقم ده 4 power 2 3 power 2 اللي هي 16 plus 9 equal length طول length اللي بـ 3. تمام؟ تمام جدا. ده طلع 5. عملنا cross multiplication 5 times 3 بس 5 times 3 15، وده 4 و 2 4 times 2 8 و 3 times 5 15 8 minus 15 طلعت معايا negative 7 plus c absolute كل ده equal 15. دلوقتي هبدأ أشيل الأبسليوت، طالما هشيل الأبسليوت بصوا الأنسر هتطلع إزاي؟ negative 7 plus c equal positive negative 15. يبقى كده كان عندي كام إجابة؟ إجابتين. الإجابة الأولى negative 7 plus c equal 15 عادية، و negative 7 plus c equal negative 15. وأدي ال negative 7 هناك يبقى c equal 15 plus 7 اللي هي equal 22، وادي النيجاتيف 7 هناك يبقى c equal negative 15 plus 7 اللي هي equal negative 8. يبقى انا عندي كام equation؟ اتنين equation. equation الاولى هو بيقول لي في الاخر find the equation of a straight line، عندي equation بتقول 4x minus 3y plus مرة 22 equals 0 أو 4x minus 3y minus 8 equals 0. بس the length of the perpendicular drawn from point 7 و c to straight line ده equal، سهلة جدا، ال L اللي هو 3 طول اللاين هو 3.5 ال absolute الايكويشن 6 times x والx ب 7 minus 8 times y والy ب c plus 17 over root الرقم ده باور 2 plus الرقم ده باور 2 36 و64. خدت عملت ده على الكالكوليتر لعبتين و 6 times 7 42 و 8c plus 17 ده تايمز بعض 10 تايمز كروس، كأني بعمل كروس 10 تايمز 35 3.5 طلعت ب 35، وده 42 بلس 17 طلع لي 559 ماينس سي. قلت له شيل الابسوليوت، شيل الابسوليوت تطلع الاجابه بوزيتيف نيجاتيف، المفروض تطلع بوزيتيف نيجاتيف. قول لي ايوه يا مستر، ما عشان كده اخدتها مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف. الله ينور عليك. ونحلها ونعملها ايكويشن، ودي دي بعكس الساين يبقى نيجاتيف 8c، ودي راحت هناك بنيجاتيف 59 35 ماينس 59 بنيجاتيف 24 ديفايدد نيجاتيف 8 طلعت 3 السي ب 3. نفس الكلام ودي دي بعكس الساين يبقى راحت نيجاتيف 59 ده ماينس ده نيجاتيف 94 ديفايدد نيجاتيف 8 ايكوال ده. شكرا. Find the area of circle whose center circle center بتاعه 1 و 2 1 و ايه 1 و 2 1 و 2 and the straight line whose equation 6x plus 8y minus 2 الستريت لاين. يبقى and the straight line ليها straight line is tangent، الستريت لاين ده عبارة عن tangent tangent للسيركل كده، والخط البربنديكولار ده هو الريديوس اللي هو ال L هو الار اساسا. يبقى احنا عايزين نجيب الايكويشن دي معانا
معانا 6x plus 8y minus 2 equals 0. قول لي هات اللاين ده يا مستر. سهلة جدا، همسك 6 بدل ما اكتب x هكتب ال 1 مكانه، أو 6 times 1 plus 8 بدل ال y هكتب مكانها 2، 8 times 2 minus 2، وتحت هاخد النمبر اللي جنب ال x والنمبر اللي جنب ال y بالروت، باور 2 باور 2 تطلع 2. يبقى الريديوس ده ب 2، الريديوس بكام؟ ب 2. يبقى الـ area of circle by r squared يبقى 3.414 اللي هو مديها لنا times 4 equal 12.65 square unit اللي هي 2 باور 2 طبعا، 4 دي 2 باور 2 اللي هي الـ r باور 2 الـ r ب 2. The general equation of a straight line passing through the point of intersection of two lines. طيب احنا عايزين نعرف general equation للstraight line، ال passing through point، والpoint دي هي ال intersection بالtwo straight line. تعال نفهم يعني ايه بالexample. Find the equation of a straight line passes through point intersection two straight lines. بيجيب لك تو ستريت لاين كده لازم يكونوا ايكوال زيرو، المهم يبقى ايكوال زيرو، فانت هتدخل كده كده النيجاتيف ايد بعكس الساين، والتو بوينت دول بيعدوا بنقطه اسمها 5 و 3. تبدا تعمل انت ايه؟ حاجه بسيطه جدا، تاخد الايكويشن الاولى وهي ايكوال زيرو 2x ماي بلس 3y، وتدخل ايد بنيجاتيف 8 يعني 2x بلس 3y نيجاتيف 18 كل ده ايكوال زيرو، نيجاتيف 18 بلس k هتحط k من عندك وتنزل الايكويشن دي زي ما هي 5x minus 2y minus 7 كل ده equal 0. باص الصروف 5 و 3 تشيل كل x وتحط مكانها 5 وتشيل كل y وتحط مكانها 3. يبقى انا شلت الاكس ده وحطيت 5 بقت 2 هنا 5 بلس 3 شيل الواي وحط 3 بلس minus 18 بلس k 5 براكت ال 5 اكس بكام؟ ب 5 ماينس 2 الواي بكام؟ ب 3 ماينس 7 ايكوال 0. 5 تايمز 2 ب 10، 3 تايمز 3 ب 9 ماينس 18 بلس كي 5 تايمز 5 25 نيجاتيف 2 تايمز 3 نيجاتيف 6 ونيجاتيف 7 كل ده ايكوال 0. كل ده ايكوال ايه؟ 0. تقول لي يا مستر تمام جدا، يلا بينا مع بعض، يلا بينا مع بعض. 10 2 تايمز 5 ب 10 3 تايمز 3 ب 9. تقول لي جمع لي دول كلهم يا مستر، جمعتهم مع بعض الثلاثه دول قلت له اب 1. طب واللي جنب الكي جمعتهم قلت له اب 12 ولزقت الكي جنبها، هحلها يلا كايكويشن ودي 1 هناك بنيجاتيف 1 بقت 12k equal نيجاتيف 1، خد ال 12 بالديفايد بقت k equal نيجاتيف 1 اوفر 12. خدها بقى حطها في ال k مكان ال k هنا، نفس الايكويشن بس هحط ال k نيجاتيف 1 اوفر 12، كتبت الايكويشن نيجاتيف 1 اوفر 12 وكتبت الباقي. انا عايز اشيل ال 12 دي، فرحت عملت مالتيبلاينج ال 12 في الاول تيرمز، بقت 12 تايمز 2 ب 24 اكس، 12 تايمز 3 ب 36 طبعا واي، هو نسينا الواي هنا، 12 تايمز نيجاتيف 18 نيجاتيف 216، طب 12 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 12 كانسل كانسل خلصت، اتفضل نيجاتيف ودخل النيجاتيف جوه عليهم كلهم يبقى نيجاتيف 5 اكس ونيجاتيف تايمز نيجاتيف 1 تايمز 2 بوزيتيف 2y ونيجاتيف 7 تايمز نيجاتيف 1 بوزيتيف 7 كل ده ايكوال 0. جمع الاكس مع بعض 24 ماينس 5 ب 19 36y و2y ب 38y نيجاتيف 216 و7 نيجاتيف 209. كل دول هنعملهم دلوقتي ديفايدد 19 ديفايد 19 كانسلت بإكس، ديفايد 19 اتفضل 2 واي،
minus 209 divided 18 19 equal 11 كل ده equal 0 هي دي الايكويشن اللي انا بدور عليها. نفس الكلام find the equation of a straight line passing through intersection two straight lines. ادينا ده طلع عن هدخل ده بالزيرو تمام and perpendicular to and perpendicular to straight line to the straight line ده و perpendicular على straight line ده. طول دول هنستخدمهم زي ما استخدمت اللي فات 3x minus plus 2y دخل ده بنيجاتيف 10 plus k 5x minus 3y minus 4 equal 0. دلوقتي هبدأ أجيب السلوب. أجيب السلوب منين يا مستر؟ هتجيب السلوب اللي عشان أجيب السلوب. هتعمل إيه بالسلوب؟ هقول لك هنعمل إيه بالسلوب. طب هنجيب منين السلوب برضه؟ من الإيكويجن بتاعة البربنديكولار. طب نجيب نيجاتيف كوفيشنت الاكس يعني نيجاتيف الرقم اللي جنب الاكس نيجاتيف 2 اوفر الرقم النمبر كوفيشنت واي 7 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 7. طب ده سلوب البربنديكولار ده سلوب مين؟ بتاع البربنديكولار. فين السلوب العادي؟ اهو 7 اقلب وغير ساين 7 اوفر 2 تمام؟ تمام. هتدخل دلوقتي الكي زي ما كانت دخلها هتدخل ال k يبقى k times 5x نزل دي زي ما هي 3x plus 2y minus 10 plus k times 5x 5kx k times negative 3y negative k 3y negative 3ky k times negative 4 negative 4k كل ده equal 0. يتفضل طب خد 3x مع 5kx خد ال x common factor منهم هما الاثنين واحدة واحدة كده عشان تفهم. يبقى 3x plus 5kx حلو الكلام 2y plus 2y ايوه plus لا هي minus minus 3ky اخر واحدة negative 10 نيجاتيف 4 كي كل ده بزيرو. خد الاكس من هنا كومن فاكتور خدت الاكس والاكس بره كومن فاكتور اتفضل جوه 3 بلس 5 كي خد الواي كومن فاكتور اتفضل 2 ماينس 3 كي وماينس 10 كي و 4 كي نزلوا زي ما. طب مش انت عندك السلوب نيجاتيف كل الكوفيشن اللي جنب الاكس الاكس اهو ده كله جنب الاكس يبقى نيجاتيف حطيت النيجاتيف كل الرقم اللي جنب الاكس اوفر النمبر اللي جنب الواي يبقى هو ده السلوب اللي هو ايكوال كام اساسا؟ اللي هو ايكوال 7 اوفر 2 ما انا عجبت السلوب 7 اوفر 2 صح؟ يبقى انا هاخد ده كده زي ما هو اهو ايكوال 7 اوفر 2 اعمله كروس مالتيبيكيشن او تعمله شيفت سولف وتريح دماغك براحتك. طب نعمل واحده واحده 3 تايمز 2 ب 6 2 times 3 ب 6 2 times 5k ب 10k شايف النيجاتيف دي؟ اديها لل 7 2 times negative 7 negative 14 negative 3 times negative 7 positive 21 عشان negative times negative positive ودي ال 10 عند الايه؟ عند ال 21 اتفضل 6 ودي النيجاتيف 14 عند ال 6 يبقى positive 14 equal 21k minus 10k ده وده 20 equal 21k minus 10k ب 11k ودي ده بالديفايد يبقى 20 over 11. خد ال k بقى حطها فين؟ في المسألة حطيتها اهي اعمل times 11 عشان نكنسل ال 11 3 times 11 ب 33 11 times 2 22 y طبعا حسب الرمز 11 times negative 10 negative 110 plus 11 دي هتكنسل 11 تحت دخل 20 عليهم كله 20 times 5 100x 20 times 3k 60 negative 60 over 20 times negative 4 negative 80 جمع الاكس مع بعض 133
اكس ماينس نيجاتيف 60 بوست 22 واي بنيجاتيف 38 واي، نيجاتيف 110 نيجاتيف 80 نيجاتيف 190 ايكوال 0. ديفايدد كام بقى؟ عملنا ديفايدد 19، 133 ديفايد 19 يدينا 7، 119 ديفايد 38 واي ديفايدد 19 ايكوال 2، 190 ديفايدد 19 ايكوال 10. تطلع الايكويشن بالشكل الجميل ده، وكده الدرس خلص.